السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي في حلقة أخرى جديدة. مرحبا بكل المشتركين الجدد، ومرحبا بكل متابعي الأعزاء وبكل المشاهدين. اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة صنع مفرش لصينية أو مفرش لبلاتو بالكروشيه. بطبيعة الحال يمكن تشتغلوا نفس هذه الطريقة لأي مفرش تريدونه، فقط ضروري أن تركزوا معي طريقة البداية كي تعرفوا كيف تأخذوا يعني أو تشتغلوا لأي قياس معين أو أي حجم معين. قبل أن نبدأ هنا فضروري أن يعني نشتغل مفرش على القياس الذي نحتاجه. فمثلا أنا هنا عندي صينية قديمة، سأريكم الطريقة كيف أخذ القياس، يعني أشتغل مفرش على الصينية التي أحتاجها أو على أي شيء أو حتى المائدة يعني. فطريقة سهلة جدا، كما تلاحظون هناك خط أحمر، هناك نقطة هنا ونقطة هنا، لا يظهر الخط الأحمر جدا. سأريكم الطريقة من جديد. فأنا هنا مثلا أخذت القياس، وجدت أن يجب أن أشتغل غرز سلسلة من هذه النقطة إلى هذه النقطة. كيف عرفت هذا القياس؟ الطريقة سهلة، سأخذ يعني قياس السنتيمترات أو مسطرة عادية مثل هذه المسطرة، أخذ القياس من الجهة التي أحتاج يعني أن أشتغل عليها المفرش بالكروشيه، من هنا مثلا إلى الجهة الأخرى. تقريبا هنا أعطتني أنا 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، فالعرض أحتاج فيه 20 سنتيمتر. نحن نأخذ هذا القياس من أجل يعني أن نعرف الوسط. الوسط تقريبا سيكون هنا 10، هو هذا. سأخذ أيضا هذه الجهة بهذه الطريقة، أضع نقطة 10 سنتيمتر هنا، ثم أسطر. سأسطر بهذا الشكل، هذا هو الوسط، جهة الوسط 10 سنتيمتر. ضروري أن تكون أيضا من هذه الجهة، من هذه الجهة هنا، يعني أخذ على جهة المستقيم الذي رسمته، والصفر يكون لحد المفرش، ثم أبحث عن 10، هي هذه، أضع النقطة هنا. من الجهة الأخرى أيضا أخذ بنفس الطريقة 0 على هذه الجهة، على جهة يعني حاشية المفرش أو حاشية الصينية من هذه الجهة، يعني على الجهة التي يجب أن يكون نهاية المفرش، ثم أخذ النقطة هنا 10. فالآن وجدت القياس بكل سهولة، هذه هي النقطة، نقطة هذه نقطة البداية وهذه نقطة النهاية. الآن سأشتغل غرز السلسلة، طولها يكون من هنا إلى هنا، يعني تقريبا كم من سنتيمتر هنا؟ 10 سنتيمتر، يعني أحتاج فقط 10 سنتيمتر من أجل هذا المستطيل أو هذا المفرش كبداية، يعني كبداية لغرز السلسلة. نبدأ بإذن الله. وأول شيء أنا سأشتغل بهذا الخيط الرفيع، هنا نسمي هذا الخيط كوردون. المهم أن تشتغلوا بخيط رفيع وذو جودة عالية، يعني بالنسبة خاصة بالنسبة لمفارش الصينية أو مفارش الموائد أو غيره، فأفضل أن تشتغلوا دائما بخيط رفيع ولامع، أفضل أن يكون يعني لامع. فلا يهم يعني نوعية الخيط، شكل الخيط أو اسمه، المهم أن يكون مناسب للإبرة، وكما قلت لكم الأفضل أن يكون ذو جودة عالية رفيع ليس سميك، لأن هنا نشتغل بالنسبة هذا بالنسبة يعني لمفارش الصينيات أو مفارش الموائد. يمكن تشتغلوا أيضا بالنسبة لمفارش الموائد أيضا بخيط أسمك، لكن بالنسبة لمفارش الصينيات يعني أفرشة لصينية أو كما نقول هنا بلاتو للكؤوس والإبريق، فأفضل أن تكون رفيعة. أنا سأشتغل بهذا الخيط وبإبرة كروشيه رقم 1.75. يمكن تشتغلوا بإبرة كروشيه رقم 2، رقم 1.5، نفس الشيء بالنسبة للخيط الرفيع. بالنسبة للخيط سميك فكل خيط يعني وحجم إبرته.
أنا هنا صنعت 26 غرزة سلسلة تقريبا، يعني ما يناسب 10 سنتيمتر، تقريبا هنا 10 سنتيمتر. عندي 26 غرزة سلسلة طولها 10 سنتيمتر. ما نحتاجه يعني كبداية لهذا المفرش، فقط للإشارة، ضروري عدد الغرز السلسلة التي نبدأ بها أن تحترم هذه القاعدة. هذه القاعدة ما هي؟ وهي ضروري أن يكون عدد الغرز السلسلة هنا تساوي 4 في أي عدد زائد 1. معنى مثلا إذا كان 4 في 4 16 زائد 1 17 تقريبا. أنا كتبت لكم عدد هنا الغرز التي نحتاجها، وأنتم اختاروا منها الأنسب. إن لم تفهموا يعني القاعدة، نحتاج هذا من أجل هذه الغرزة التي سنشتغل بها، وهي غرزة سهلة جدا، والمفرش أيضا سيكون سهل جدا للغاية، يعني مفرش غاية في السهولة. فأنا هنا وجدت 26 غرزة. في هذه الحالة كيف ماذا نفعل يعني؟ وعندنا هنا 26 غير موجودة، فهنا سنختار العدد الأقرب للعدد الذي عندنا. عندي هنا مثلا 26، لن أختار 29 ولكن سأختار 25 لأنها أقرب إلى 26. بالنسبة لكم إن كان العدد يعني أقل، مثلا كان 27، ف27 هو بين 25 وبين 29، اختاروا 29 أو اختاروا 25، يعني نفس الشيء. وهكذا أنا يعني كتبت لكم هنا الأعداد، حتى إن لم تفهموا يعني طريقة هذه القاعدة، تركت لكم الأعداد. اشتغلوا كما قلت لكم بعدد السنتيمترات التي وجدتم في البداية، اشتغلوا إلى أن تجدوا الطول كما فعلت أنا. من بعد الأعداد التي وجدتم، مثلا وجدتم 40 غرزة سلسلة، فاختاروا العدد الأقرب من هذه الأعداد التي كتبتها لكم. عادة يعني لا يمكن بالنسبة للمفارش الصغيرة خاصة الصينية، لا نحتاج إلى عدد كبير، نحتاج فقط هذه الأعداد الصغيرة هنا فهي كافية. فأسأل الله تعالى أن تفهموا هذا، ومباشرة الآن نبدأ في الطريقة. فهنا كما قلت لكم الطريقة هي سهلة جدا، يعني لا تحتاج، يعني هذه الصينية هي للمبتدئين صراحة، لأنها غاية في السهولة والغرزة سهلة جدا. إن فهمتم الدورة الأولى والدورة الثانية ستفهمون طريقة الدورات الأخرى. هنا في هذه الغرزة سنصنع 3 غرز سلسلة مكان العمود الأول، 1 2 3. بالنسبة للعمود الثاني فسنحسب من هنا، 1 2 3 هو العمود الأول، الغرزة الرابعة هي حيث سنشتغل العمود الثاني، هنا سنصنع العمود الثاني، ثم مرة أخرى في نفس الغرزة نصنع العمود الثالث. هنا في هذا المفرش سنشتغل يعني بغرزة الجيران. سننتقل هذه الغرزة الأولى، هذه الغرزة التي اشتغلنا فيها، سنحسب ابتداء من الغرزة الموالية، 1 2 3 نتركها فارغة، والغرزة الرابعة نشتغل فيها غرزة جيران جديدة. نصنع العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث في نفس هذه الغرزة، يعني غرزة جيران. نترك كالعادة غرزة فارغة الأولى، الغرزة الثانية فارغة، الغرزة الثالثة فارغة، الغرزة الرابعة نشتغل فيها 3 أعمدة، يعني غرزة جيران جديدة بهذه الطريقة، غرزة جيران جديدة. نفس الشيء نترك 3 غرز سلسلة فارغة، 1 2 3، والغرزة الرابعة نصنع غرزة جيران جديدة أو 3 غرز أعمدة في هذه الغرزة، كلها يعني في نفس الغرزة، وسنشتغل بهذه الطريقة إلى آخر غرزة سلسلة. كما تشاهدون هذه الطريقة
سنشتغل بهذه الطريقة إلى آخر غرزة سلسلة وأعود إليكم. دائما نترك 3 غرز سلسلة فارغة، وفي الغرزة الرابعة نشتغل أو نصنع 3 أعمدة. كما تشاهدون هنا وصلت إلى آخر غرزة صنعت فيها 3 أعمدة. الآن سأصنع غرزة سلسلة، وفي نفس هذه الغرزة التي صنعت فيها، يعني الغرزة الأخيرة والغرزة غرزة السلسلة هنا، أصنع مرة أخرى 3 أعمدة. 3 أعمدة كما تشاهدون، 3 أعمدة، ثم غرزة سلسلة، ثم مرة أخرى في نفس هذه الغرزة أصنع 3 أعمدة. هكذا نضمن يعني جهة الأركان، أركان الأولى، الركنين الأول والثاني في هذا المستطيل وفي هذا المفرش. وهنا ستكون يعني الزيادة. كما تشاهدون صنعت 3 أعمدة غرزة سلسلة، ثم 3 أعمدة، ثم غرزة سلسلة مرة أخرى وثلاثة أعمدة. الآن سأشتغل عادي دائما في هذه الغرز حيث صنعت قبلا 3 أعمدة، مرة أخرى في الجهة المقابلة نصنع 3 أعمدة، يعني كل 3 أعمدة مقابلة لثلاثة أعمدة في نفس الغرزة، يعني كما تشاهدون. وهذه هي غرزة الجيران. أذهب إلى هذه الغرزة أيضا أصنع فيها 3 أعمدة. طريقة سهلة جدا. أذهب إلى هذه الغرزة أيضا وأصنع 3 أعمدة أيضا. كما تشاهدون 3 أعمدة. وأتابع بهذه الطريقة دائما، هنا 3 أعمدة، هنا 3 أعمدة، وعندما أصل إلى الجهة الأخيرة أعود إليكم. وصلنا إلى الركن الأخير هنا، هذا هو الركن الأخير حيث بدأنا 3 أعمدة. في نفس هذه الغرزة سنصنع 3 أعمدة. العمود الثاني والعمود الثالث، ثم أصنع مرة أخرى غرزة سلسلة مثل الركن الآخر، يعني ضروري هنا 9 أعمدة بين كل 3 أعمدة وثلاثة أعمدة نصنع غرزة سلسلة، أو يمكن أن تصنع غرزتي سلسلة بدل غرزة واحدة. أنا هنا صنعت غرزة سلسلة واحدة فقط كي أفرق بين غرز الجيران. صنعت غرزة سلسلة والآن أربط في النهاية بغرزة منزلقة فوق غرزة السلسلة الثالثة التي بدأنا بها العمل. كما تشاهدون حصلنا على هذا الشريط، قليل بقليل الآن سيبدأ المستطيل، يعني أن يظهر شكل المستطيل أو شكل المفرش. في هذه الغرزة حيث ربطنا غرزة منزلقة في هذه الحلقة هنا سنصنع 3 أعمدة، عفوا نعم، هنا سنصنع 3 أعمدة كبداية. من بعد في العودة عند الوصول هنا مرة أخرى نصنع في نفس الغرزة 3 أعمدة، يعني هنا في هذه الغرزة، هنا في هذه الحلقة ضروري أن نصنع غرزة صدفة، فيمكن أن أصنعها بداية من الآن، أو يمكن أن أصنع نصفها، ويمكن أن أصنعها يعني بالكامل. فقط أنا هنا عندي الغرزة في الجانب هنا، لكن يمكن أن أعود، يمكن أن أقلب الغرزة أو الطرف هذا الشكل وأصنع في الغرزة الأخرى غرزة منزلقة. ثم أقلب الطرف كما هو، يعني على ظاهره. الآن سأصنع في هذه الجهة غرزة صدفة. أجر الخيط هكذا، ألف، ثم أصنع، أخرج الخيط وأصنع غرزة عمود على هذا الشكل. يمكن أن أبدأ غرزة العمود ب3 غرز سلسلة، يعني ليس مشكلة. هنا نبدأ 3 غرز سلسلة، الأفضل 3 غرز سلسلة. ثم في نفس هذه الحلقة أصنع العمود الثاني. العمود الأول هو ب3 غرز سلسلة، العمود الثاني هو هذا، العمود الثالث الآن، ثم غرزة سلسلة، ثم نصنع مرة أخرى في نفس الحلقة 3 أعمدة أخرى، العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث.
ثم أذهب إلى هذه الحلقة مباشرة وأصنع غرزة جيراني أو ثلاثة أعمدة. كما تشاهدون طريقة جد سهلة. صنعت غرزة جيراني، نفس الشيء سأصنع هنا غرزة جيراني أيضا، يعني ثلاثة أعمدة أيضا في الحلقة الأخرى. بين كل ثلاثة غرز أعمدة وثلاثة غرز أعمدة ثلاثة غرز أعمدة، يعني بين كل غرزة جيراني وغرزة جيراني غرزة جيراني جديدة. سنشتغل بغرزة الجيراني هنا في هذه الحلقات، هنا غرزة جيراني، هنا غرزة جيراني، هنا أيضا وهنا، وعندما أصل هنا أعود إليكم. وصلت الركن الآخر هنا، في هذا الركن يوجد عندنا حلقتين، في هذه الحلقة أصنع غرزة صدفة وفي هذه الحلقة أصنع غرزة صدفة. نبدأ بهذه الحلقة أولا ونصنع غرزة صدفة مكونة من ستة أعمدة بين ثلاثة أعمدة وثلاثة أعمدة، غرزة سلسلة. هنا صنعت العمود الثالث، الآن أصنع غرزة سلسلة ثم مرة أخرى ثلاثة أعمدة في هذه الحلقة. أذهب إلى الحلقة الأخرى وهي هذه، هنا سيكون الركن الآخر للمستطيل أو للمفرش، أصنع فيه أيضا غرزة صدفة أي ثلاثة أعمدة غرزة سلسلة وثلاثة أعمدة من جديد. العمود الأخير كما تشاهدون هذه غرزة صدفة. أذهب إلى هذه الحلقة أصنع مرة أخرى هنا غرزة جيراني واحدة، يعني ثلاثة أعمدة، وسأشتغل بنفس الطريقة أيضا في هذه الغرز هنا، هذه الحلقات عفوا هنا كلها أصنع فيها غرزة جيراني واحدة، بينما هذه الحلقة هنا في الركن نصنع فيها غرزة صدفة. أكمل وأعود إليكم. كما تشاهدون هذا هو الشكل. الآن في آخر الغرزة هنا، دائما هذه الغرزة، هذه الحلقة حيث الركن، هناك حلقتين، دائما في هذه الحلقتين نصنع غرزة صدفة. هذا هي الحلقة الأخيرة في الركن، أو الركن الأخير الرابع، نصنع فيه أيضا غرزة صدفة. وهنا سيتضح لكم يعني طريقة الاشتغال في هذا المفرش، لكن أنا سأستمر يعني كي أوضح لكم أمر أكثر. هنا صنعت غرزة صدفة، يعني غرزة ثلاثة أعمدة، غرزة سلسلة ثلاثة أعمدة. هنا سأربط بغرزة منزلقة. كما تشاهدون هذه غرزة الصدفة التي بدأت بها، أربط في غرزة سلسلة الثالثة التي بدأت بها العمود الأول بغرزة منزلقة. هذا هو الشكل كما تشاهدون، مستطيل. الآن قليل بقليل سيبدأ يتضح لنا يعني شكل المفرش. هذه الحلقة هنا سنصنع هذه الزيادة التي ستكون دائما في الأركان، هناك غرزة صدفة، وهنا قليل بقليل تزداد غرزة جيراني، واحدة هنا وواحدة في هذه الجهة، وأيضا في هذه الجهة ستزداد واحدة، وفي هذه الجهة عفوا ستزداد أيضا واحدة. سنبدأ بهذه الحلقة ونصنع غرزة جيراني ثلاثة غرز سلسلة أولا، بعد العمود الثاني في نفس الحلقة والعمود الثالث. نذهب إلى هذه الغرزة، غرزة صدفة هنا في الركن، نصنع غرزة صدفة جديدة، يعني غرزة الصدفة تبقى هي فقط، دائما هناك زيادة تكون هنا، دائما هنا غرزة صدفة. نكمل العمود الرابع والعمود الخامس ثم العمود السادس. كما تشاهدون طريقة سهلة للغاية. نذهب إلى هذه الحلقة نصنع غرزة جيراني جديدة، طريقة سهلة للغاية. نذهب هنا نصنع غرزة جيراني أيضا جديدة، غرزة جيراني، غرزة جيراني، غرزة جيراني، غرزة جيراني، غرزة جيراني، وهنا غرزة صدفة، نصنع غرزة صدفة. بين غرزة صدفة وغرزة صدفة الأخرى هناك غرزة جيراني في هذه الحلقة،
وهنا غرزة صدفة، أشتغل وأعود إليكم. هنا وصلت غرزة صدفة، هنا صنعت 3 أعمدة، صنعت غرزة سلسلة، ثم الآن أصنع 3 أعمدة أخرى، 3 أعمدة. أذهب إلى هذه الحلقة، أصنع غرزة جيران واحدة، كما تشاهدون طريقة سهلة. أذهب إلى غرزة الصدفة الأخرى وأصنع غرزة صدفة جديدة، يعني 3 أعمدة، العمود الثالث، غرزة سلسلة، ثم مرة أخرى 3 أعمدة داخل غرزة الصدفة، يعني في نفس الحلقة. والآن سيستمر الأمر بنفس الشكل، يعني سنشتغل هنا بين كل غرزة جيران وغرزة جيران وغرزة جيران جديدة وحيدة، يعني كل هذه الغرز. وغرزة صدفة دائما نشتغل داخلها، كما تشاهدون هنا دائما غرزة صدفة نشتغل داخلها غرزة صدفة جديدة. وفي النهاية هنا عندما أصنع غرزة صدفة نربط بغرزة منزلقة، وأعود إليكم كي أريكم الدورة الأخرى، وهي يعني بنفس الطريقة، فقط هناك زيادات أكثر، يعني نفس الطريقة الاشتغال، نفس طريقة الاشتغال هنا، فقط في كل دورة تكون من طبيعة الحال يعني تكون هناك غرز جيراني أكثر. وفي النهاية هنا بعد أن صنعت غرزة صدفة جديدة، تشاهدون هذه غرزة الصدفة، الآن سنربط بغرزة منزلقة فوق غرزة السلسلة الثالثة التي بدأنا بها غرزة الجيران في البداية، في بداية هذه الدورة. انتهت دورتنا ونبدأ دورة جديدة بنفس الطريقة. الآن أصبح عندنا حلقتين، هنا في كل حلقة نصنع غرزة جيران جديدة، وداخل غرز الصدفة نصنع غرز الصدفة. سأبدأ لكم هذه الدورة من بعد، يعني الطريقة مألوفة الآن ومعروفة، فتابعوا نفس الطريقة وسوف يعني تعرفون طريقة الاشتغال بكل سهولة. هنا سنصنع أيضا غرزة جيراني، صنعته في الحلقة الأولى، وهذه الحلقة أيضا أصنع، يعني هذه الحلقة هنا أصنع غرزة جيراني أخرى ب3 أعمدة من طبيعة الحال. نذهب إلى غرزة الصدفة ونصنع غرزة صدفة جديدة داخلها، يعني داخلها ب6 أعمدة، نصنع أولا 3 أعمدة غرزة سلسلة، ثم نشتغل في 3 الأعمدة الأخرى الباقية، طريقة سهلة للغاية. هذه غرزة الصدفة. نذهب الآن إلى كل حلقة من هذه الحلقات ونصنع فيها غرزة جيران جديدة، هنا أيضا غرزة جيران، ثلاثة أعمدة، هنا أيضا 3 أعمدة، يعني بين كل غرزة جيران وغرزة جيران هناك غرزة جيران جديدة. الطريقة سهلة للغاية، كما تشاهدون هذه الغرزة معروفة جدا، سنشتغل بهذا الشكل دائما في هذه الحلقات، غرزة جيراني غرزة جيراني غرزة جيراني. عندما نصل غرزة الصدفة وسطها نصنع غرزة صدفة جديدة، هنا غرزة جيراني، هنا كما تشاهدون حلقتين، أصبح عندنا حلقتين. نفس الشيء أيضا في هذه الجهة وهذه الجهة، تصبح عندنا حلقة أكثر واحدة، يعني حلقة، هذه الحلقات تصبح أكثر في كل دورة بنفس طريقة هذه الجهة. أيضا هنا أيضا تزاد عندنا حلقة واحدة، في هذه الجهة أيضا تزاد عندنا حلقة واحدة، وهنا حلقة واحدة، بمعنى غرزة جيران أخرى أكثر. فالزيادة هي هذه، زيادة هي في كل دورة تكون هنا غرزة جيران جديدة، هنا غرزة جيران، هنا غرزة غرزة، يعني زيادة هي 4 غرز جيران في كل الدورة. فنتابع بهذه الطريقة، أصبحت الآن معروفة الطريقة بدون يعني أن
أريكم أكثر، الكثير منكم سيمل، لكن تابعوا هذه الطريقة من البداية، نفس الخطوات. يعني ابتداء من الدورة الثانية سيتضح لكم الأمر جيدا، وستكون عندكم طريقة معروفة وطريقة الاشتغال سهلة جدا. يعني لن تحتاجوا أن تعودوا لهذا الفيديو. أنا سأكمل، سأشتغل عدة دورات إلى أن أصل إلى دورة وأبدأ يعني ألعب قليلا في الألوان. فأترككم إلى المرحلة الموالية. وصلت هذا الارتفاع كما تشاهدون هنا، تقريبا نفس دورتنا 1 2 3 4 5 6 7 بهذا اللون، 7 هنا و7 هنا. بالنسبة لهذا اللون اشتغلت فقط دورتين بنفس الطريقة، لا يوجد أي فرق. هنا أيضا دورتين. الآن سأشتغل بهذا اللون، اشتغلت دورة واحدة لأن اقتربت من الحجم أو الارتفاع الذي يحتاجه، فأحتاج أن أشتغل قليل من الدورات. فهنا أنا اشتغلت هنا دورة بهذا اللون، من بعد سأشتغل دورتين بهذا اللون. هنا يعني نفس الطريقة التي اشتغلت بها، الطريقة نفسها، فقط هنا الفرق أن المفرش يكبر، يزداد بازدياد الغراز من طبيعة الحال. سأربط هذا الخيط، قطعته أنا قبلا لأن في الحقيقة كنت سأشتغل دورات كثيرة، لكن يعني الحجم الذي أريده اقترب، لذلك ضروري أن أشتغل بأي طريقة أريدها، مع يعني مراعاة الألوان ومراعاة الشكل. هنا سأشتغل كما قلت لكم فقط دورتين بنفس الغرزة. دائما نشتغل 3 غرز سلسلة في البداية، كغرزة عمود أو كارتفاع إن كنتم تريدون أن تشتغلوا يعني هذا كارتفاع، من بعد تشتغلون غرزة صدفة هنا عادية فاشتغلوا، لكن أنا أفضل يعني أن أشتغل 3 غرز سلسلة مكان غرزة العمود الأولى، من بعد العمود الثاني، ثم العمود الثالث، غرزة سلسلة، ثم في نفس الحلقة نصنع 3 أعمدة. ثم أذهب هنا، هذه الحلقة دائما بين هنا وهنا، هناك حلقة نصنع فيها غرزة جيران واحدة، يعني 3 أعمدة. ونستمر هنا أيضا، غرزة جيران واحدة أو 3 أعمدة. وسنشتغل بنفس الطريقة، أنا فقط هنا أريد أن أريكم النهاية، لكن الطريقة هي نفسها، هنا فقط بدلت الألوان، وأيضا بدلتها في الدورات الأخرى السابقة، لكن كأنه لون واحد. فقط هنا يجب عندما نريد أن نلعب في الألوان ندخل لون جديد، نربط الخيط ونشتغل في الدورة التي نريد أن نشتغل فيها بنفس الطريقة. فكما تشاهدون سنشتغل بهذه الطريقة لدورتين. دائما نحترم قواعد الزيادة، نشتغل في غرزة صدفة غرزة صدفة، وبين غرزة جيراني غرزة جيراني غرزة جيراني جديدة، وبين غرزة الجيراني هنا الموجودة في غرزة الصدفة وغرزة الجيران الأخرى أيضا هنا غرزة جيران، يعني في كل هذه الحلقات غرزة جيران واحدة. غرزة الصدفة نشتغلها فقط في الأركان، فقط في الأركان. فنشتغل لدورتين وأعود إليكم، وفي النهاية نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون وكما شاهدتم معي، طريقة سهلة جدا فقط بغرزة الجيران. وطريقة الاشتغال في المفرش أيضا طريقة سهلة، يمكن تشتغلوا بهذه الطريقة لأي حجم أو أي قياس تريدون، المهم أن تحترموا الطريقة. وهذا هو ماسكة البراد، وأيضا القاعدة، يد البراد والقاعدة كما تشاهدون.
أسأل الله تعالى أن تكون حلقة اليوم قد أعجبتكم وأن تكونوا قد استفدتم معي. إذا أردتم مثل هذه المفارش للصينية أو البلاطو بالكروشيه وأيضا يد البراد والقاعدة، فاكتبوا لي هذا في تعليق. أنا عندي حقا أشكال أخرى مختلفة يمكن أن أريها لكم، لكن صراحة أنا لا أعرف بالضبط ماذا تفضلون أكثر. فأسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. أترككم إلى حلقة أخرى مع مشروع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.